كابتن عادل، الف مبروك، خطوه مطمئنه قبل ماتش العوده ان شاء الله. ماتش صعب صحيح، فرقه الرجاء، عشان بس عاوزين نعرف واصله لمرحله كويسه من التكتيك. انت بتتكلم مع 70,000 متفرج اللي في استاد القاهره، والضغط العصبي اللي على فرقه الرجاء، وعندها ثبات وبدرتك بالهجوم اشتغلت معاك كويس. يعني عايز اقوله لك ان مكسب النهارده النادي الاهلي مكسب جيد جدا، ومكسب يحسب للاعبين بعد التعب اللي انت تعبته الفترات اللي فاتت، بعد خروجك من كاس، تشتغل على كاس مصر، وبعدين تشتغل على الدوري، وبعدين تشتغل على كاس مصر تاني، وبعدين تروح افريقيا، وبعدين تتعب وتشتغل وتعمل. لا، النادي الاهلي النهارده عمل نص الشوط الاولاني، نص المباراة، نص المباراة الشوط الاولاني خلص، الشوط الثاني هناك. صح، صعب للغايه طبعا، صعب صعب، جمهور هيبقى كبير. تاني حاجه، اللاعبين الرجاء صغيرين في السن، مجهودهم عالي، هم النهارده ما كانوش، يعني اللي انا عايز اقول لك في الحته الهجوميه كويسين، لكن فريق جيد، يعني فريق بيوصل للنص النهائي او الربع النهائي. وعلى ارضه كمان الامور بتختلف، على ارضه، على ارضه مره رجع 4-4 في 5 دقائق من جمهوره، مع الوداد، مع مش عارف كان الوداد بتهيألي كان بيلعب الوداد، كان متاخر جاب 4 جوان. يعني الموضوع مش سهل. النهارده النادي الاهلي ادى كويس من وجهه نظري في النتيجه. ايوه، اما حته الاداء بتاعه، بعض اللاعبين ما كانش في يومهم، ولكن قدرت ان انت تكسب 2-0، انت كسبان 2-0، وانت كان ادائك مش عظيم قوي، ولكن انت كسبان 2-0، نتيجه مش قليله. ايوه، في كره القدم. صحيح. مع فرقتين، مع فرقه قويه كمان، وفرقه قويه. يعني انت قبل كده السنه اللي فاتت، فاكر ولا اللي قبلها اللي فاتت، احنا هنا 2-1، وهناك 1-1، وهما جابوا جول في بدايه المباراه، هما جابوا جول في بدايه المباراه. صحيح، كره القدم في الوقت الحالي يا كابتن لا تعترف الا بحاجه مهمه، انك انت لاخر صفاره في المباراه الثانيه ما تامنش. صحيح، انت لعبت هنا ممكن تبقى هناك افضل، مظبوط، زي ما هم كانوا هناك، هنا ممكن يكونوا افضل، هناك ممكن بعد فترات، بس ما كانش في خطوره، ولكن هم فرقه خطر للغايه طبعا. على ملعبهم قوه غير عاديه، جمهور غير عادي، ولاعيبتنا لازم ياخدوا الموضوع خلاص. احنا اتعاملنا وخدنا الشوط الاولاني 2-0، لسه الفتره الجايه